السلام عليكم. نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم إلى ألمانيا لتلقي الفحوصات اللازمة حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الجزائرية. وللإشارة، كان قد دخل الرئيس تبون منذ أيام في الحجر الصحي ونقل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة بعد إصابة الطاقم الرئاسي بفيروس كورونا المستجد، حيث يعرف الشارع الجزائري حالة ترقب كبيرة عاشية المولد النبوي الشريف فيما يخص حالة الرئيس، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحوصات هناك.